شفتوش انت اللي حصل في مهرجان الجونة؟ ده كان مهرجان مول السيل العريان، الفنانين كلهم بأحدث إصدار من أوروبا، ولما تسألهم ليه بتلبسوا كده يقولك ثقافة شعوب أوروبا وأمريكا. انت اللي يا ابني بقى ولقطة. الله عليكم، المرة الجاية مش هتلبسوا أي حاجة، تيجي المهرجان كده وعمك نجيب سويرس اتفضلوا.